بسم الله. دلوقتي لو انا عندي حائط بالشكل دوت على شكل مثلا قوس وعايز اعمل فيها اوبننج، هتلاقي ان انت ما عندكش الاختيار ان انت تعمل ايه بروفايل، بس عندك وول اوبننج. بس دي مشكلتها ان انت بترسم بس شكل مربع، تمام، بالشكل دوت مربع مستطيل، تمام. طيب لو انت عايز حاجة دائرية او عايز تعمل حاجة جديدة، فممكن تيجي هنا من كومبوننت وتقول له موديل امبريس، اختار اوبننج او ويندو، مش هيفرق الحاجة اللي انت مختارها، وتقول له فويد وتبدأ ترسم. طب انا هرسم دلوقتي، ترسم فين؟ هتلاقي نفسك بترسم على الأرضية، فممكن تقول له ست وتبدأ تختار اي حاجة من الحاجات دي. طيب انا عايز حاجة تكون عمود على الشكل دوت. طيب في حاجة كويسة، اقول له كنسل وهاجي هنا في ليفل 1 وهبدأ ارسم ريفرنس بلين، يعني حاجة هنا اقول له من ارتكشر، اقول له انا عايز ارسم ست، تمام، واقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلين مثلا من هنا لهنا، واديله اسم، لازم تديله اسم، تمام، عشان لما حابب تقدر تستدعيه تستدعيه. اوكي. دلوقتي بقى هقول له هنا من كومبوننت، هقول له موديل ان بليس واختار الويندو واقول له اوكي اوكي واقول له فويد فويد، تمام، ست اكس اكس اكس، اوكي. هيديني يقول لي عايز ترسم على انهي لوكيشن، هقول له الاست، تمام. تبدأ بقى ترسم اللي انت عايزه، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. هل الشكل ده واضح في الحاجة اللي احنا رسمينها؟ غالبا لا. تعمل سيلكت وتخليها تقطع، تمام، وبعد كده هتيجي تقول له هنا قط، تمام، وتحدد الشكل بتاعك، تلاقي عمل الاوبننج بالشكل دوت، فينيش موديل، فتلاقي عمل لك الاوبننج في قلب الوول بالشكل اللي انت عايزه.